ولي أمر أنا سمي البطل يعني عبد العزيز هشام الأنصاري، بطل من أبطال التوحد في مملكة البحرين. يعني أنت أتكلم لك عن البدايات، يعني أنت ممكن أنا لحين ما تكلمت مثل الكلام عن عبد العزيز حديث ذو شجون، يعني بالنسبة لي لما أتكلم ما أقدر أمسك متوالك، يعني مثل ما أقول الدمعة تنزل من عيني. فعبد العزيز قصتي يا أستاذ معاه بدأت من 2013 من تشخيص عبد العزيز. ما بذكر لك البدايات، يعني من عرفنا أن أنا وأمه عرفنا أن عبد العزيز مصاب بالاضطراب التوحد. بس في البداية التوحد ما كان عندي أنا الخلفية، يمكن زوجتي كانت على الطلاع، يعني كانت تقرأ تبحث تقول لي الولد من هو صغير في شيء، يعني عبد العزيز من هو ولد في شيء، أقول لها لا ما في شيء، لا تكبرين الموضوع لا كذا. إلى يعني جات اللحظة أن احنا بمساعدة أحد الإخواني لا ود يعني في المدرسة معاي، ود عبد العزيز اللي عمره 5 سنوات ونص، من ولادته إلى عمره 5 سنوات ونص ما كان يتكلم، ما كان ينطق. يعني حلم كل أب مثل ما تفضلت أختي مبراهيم والخوات أنه بينطق كلمة بابا ماما، أنا ما سمعتها، أم مبراهيم ما سمعتها، خواتنا ما سمعوها، ما سمعنا هالكلمة يا أستاذ. يعني 5 سنوات ونص وأنا في حلم أن أسمع هذه الكلمة يطلع من ولدي، لا أكيد في شيء، أقول يمكن تأخر نطق، لا زين. ودنا حق أحد الاختصاصيين طب في الطب النفسي، ما كان عندي رديتش الخلفية، قال إحنا بنواجهك مراكز الخاصة في مثلا وزارة التربية فيها صفوف دمج. كوني كنت أنا في مجال التربية قبل أكون مدير مساعد كنت مدرس، فقالوا يعني في مجال وزارة تقدمت حق وزارة التربية والتعليم وقدمت الخطاب وذي، رحت وقلت لهم انا ولدي كذا، قالوا لا لازم تقعد على الانتظار. كنت ايش قاعد انتظر بعد، انا ولدي صبرت عليه، يعني انا الوم نفسي ان تاخرت في تشخيصه في تشخيص حالته وما تدركته من البدايه، فبعد اصبر ايش قاعد. قال لا بنخليك على الويتنج ليست، يعني وزاره التربيه يا جماعة شوفوا لي حل أي إن شاء الله، يعني في أي مكان يقبلونه. هني هناك يعني كلمت أحد الاختصاصيين تدخل، قلت لهم راضي بس لو يروح يعني إن شاء الله يوم واحد. فكانت في مدرسة العلاء الحضرمي أقرب مدرسة يعني حق سكني، قالوا لي في مكان وفي هذه المدرسة. قلت ما مشكلة، وديته وشوفوا وشخصوا هذه، قال إحنا بناخذ احتياط يعني انه يوم واحد في الاسبوع. قلت والله العظيم انا راضي ان عبد العزيز يروح يوم واحد في الاسبوع بس يتعلم له شيء. عبد العزيز قاعد في البيت يا استاذ، يعني سنوات لا ينطق لا يتكلم، يعني اذا كان يبي شيء مثل ما قالت الدكتوره انه بتعد ما يتكلم كان يمسك يدي يا استاذ اذا يبي ماي هذه بهذه الصوت بهالهمهمه يوديني لي عند الكولر الماي، يعني ابي ماي ما كان يقدر يعبر عن حاجاته، يعني اذا يعني كان بيشرب ماي اذا كان يبي ياكل انا شلون اعرف، اذا كان مريض انا شلون اعرف انه هو مريض، او يالم ما يقدر يقول بطني المني، يعني ما كان يتكلم استاذ ايمن. المهم انه اقبلوا يعني في المدرسه، والحمد لله واشكر صراحه مدرسه العلاء الحضرمي ان احتوت ولدي، يعني اقبلوا يوم قلت راضي والله راضي. كنت رحت معه حتى يعني يومين دخلت معه الصف أبغى أشوف، يعني قالوا لي لا لازم تحضر وياه كون أنا توحد فما يدرون شنو ردة الفعل وكذا. فكان عبد العزيز شوية تعف من عالم، كان معزول كان في البيت قاعد إلى مدرسة مرة واحدة فعالم جديد عليه، فكنا متخوفين إحنا من تقبل هذا الشيء، لكن الحمد لله رب العالمين يعني مع الوقت تطور. قالوا لي لا بس عقب قالوا يعني ما تشوفه قاعد يعني قاعد يعني يأخذ قاعد يتعلم، فتطورت المسألة إلى أسبوع أسبوعين، قالوا لي بس خلاص اتركه عندنا وروح شغلك خلاص، يعني عبد العزيز خلى عنده في أماناتنا. فيعني صراحة أشكر القائمين في مدرسة العلاء الحضرمي على هذه يعني المجهود اللي سووه مع عبد العزيز، تطور. أنا يعني ما بس لو أتكلم من الحين لباكر مثل قالت أختنا يوسف، يعني يبي لي